ورد في المحاضرة أن الميت المسيء يعذب في قبره تعذيبا برزخيا، وقلتم أن المسيء يفتن في قبره، فكيف تكون الفتنة؟ وهل هناك من يفتنه غير الشيطان؟ الفتنة في القبور معناها الابتلاء والامتحان. الشيطان راح دور الشيطان بعد الموت، راح دور الشيطان وجاء دور الملائكة. الفتنة التي للشيطان هذا قبل الموت، أما بعد الموت مثل ما قال الله وقوا فتنتكم، فالأخوان يفتنوا في القبور فتنة معناها الامتحان والاختبار والإحراق بالنار، تسمى فتنة أيضا. فالميت إن أجاب الدعوة، إن أجاب السؤال جوابا صحيحا فله الجنة والكرامة وقبره الله من رياض الجنة، وإن أجاب جوابا سيئا فقال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيء فقلت، فإنه يضرب بمرزمة من حديد يصبح من أصالح يسمع كل شيء إلى الإنسان. هذا يعاقب في قبره ويعذب والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى قبرين، اطلعه الله على قبرين يعذبان، قال وما يعذبان الكبير؟ ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البغي، يعني لا يستنزه منه في رواية أخرى، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، نقل الكلام السيء من الناس بعضه البعض وغيبة. هذا وعيد شديد يدل على أن من مات على النميمة وعدم التنزه من النجاسات إنه على خطر من العقاب في قبره، نسأل الله العافية.